بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى بهذه النعمة والمنة التي وفقنا بها إلى شهود هذا اليوم من أيام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، ذكرنا ودعاءنا وتهليلنا وأضاحينا، وأن يجعل هذا اليوم يوم خير على الأمة الإسلامية جميعا والأمة الجزائرية خاصة، وأن يوفقنا إلى كل خير وإلى أن نتعاون على المبرات وعلى الصالحات. نسأل الله عز وجل لجميع ساكنة ولاية سعيدة عيد سعيد مبارك على الجميع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.